حطها بعيدة تماما تماما. محمد دسوقي تقدمه الكرة ويتقدم للأمام، أدي لمسة عن دياو بيوسع لنفسه وتسديدة حلوة يا ولد. جول 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 بالتخصص يا حبيبي بالتخصص. قلت لحضراتكم ياو النور التوجولي الوحيد اللي في تشكيلة الدراويش اكتشف من قلب مرمى بيراميدز ومرمى الشناوي، وبالفعل في الدقيقة 12 فرحة أولى وسعادة أولى بتسديدة أولى من التوجولي ياو النور، لف ودار وتسديدة من نار. بص شوف القرار، بص شوف التوجولي ياو النور يا ولد يا ولد يا سلام يا سلام. بلياردو نشنها في القائم الأيسر تسديدة أرضية نارية علشان الدرويش يفتتح التسجيل أصدقائي ويتقدم بأول الأهداف على بيراميدز بتسديدة صاروخية أرضية نارية من التوجولي ياو النور اللي بينير الطريق للدرويش في هذا اللقاء. مرة تانية عبد الله بيغير اتجاهاته، السكة مقفولة، يرجع عند بلاتي توريه، اتوجدت المساحة عند الشيبي عايز يعمل فنتات وعدى وفات من مروان، دخل الشيبي وعرضية خطيرة وديكورة ولكن بتخبط في الاسترزات، وديكورة وتسديدة وركل الجزاء، ركل الجزاء على محمد عبد السميع بعد تسديدة بينقذها عبد السميع بإيده، ومحمد يوسف لم يتردد في احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 64 وكارت جديد في اللقاء. ادي الكرة خدها الشيبي وعمل خطورة، بصوا حضراتكم اخطأها محمد حمدي لكن الإبعاد، ودي تسديدة رمضان ولمسة يد على عبد السميع. هل يؤكد القرار حكام الفار؟ عبد الله السعيد وجها لوجه امام كمال السيد في بحث عن هدف جديد، داخل عبد الله وجول جول 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 جول. عبد الله السعيد يواصل التقدم في نادي المئة ويصل الى الهدف 124. ازمه بدون لازمه، ازمه بدون لازمه بعدما ادرك التعادل اصدقائي عبد الله السعيد في الدقيقة 66 بعد تنفيذ أمثل ركلة الجزاء. أزمة بدون لازمة ما بين لاعبي الفريقين، وهنشوف القرارات. ملحقناش نفرح بهدف التعادل بعد أزمة وخناقة ما بين لاعبي الفريقين. المباراة ماشية بشكل جميل مثير وشايف كارت، يا ترى هيكون لمين؟ تعددت الكروت وكارت الرمضان، وادي عبد الله تاني اهدافه في دوري نايل دوري النيل، حطها في منتصف المرمى تماما تماما علشان يؤكد عودة بيراميدز الى اجواء اللقاء. رجع الشيبي بيبحث عن اللدغة المميتة ايهاب جلال، بينما بيراميدز رمى بكل أوراقه الهجومية جايمي باتشيكو، بيلعب الكل في الكل. رمضان صبحي، محمد حمدي لعبد الله، رمضان مثلثات، فرصة كبيرة جدا جدا يا ولد يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أجمل اللمسات وأجمل اللقطات، فخر لكاي بلاطة جميلة بلعبة جماعية بديعة، هات وخد وخد وهات، يبدع فخري لاكاي ويسجل تاني الأهداف في الدقيقة 86 بعد مباراة عظيمة. لكن بص شوف الحكاية، ترقيصة في ربع متر من فخري لاكاي لكمال السيد علشان بيراميدز بعد ما رمى جايمي باتشيكو بكل أوراقه الهجومية البديل ينجح في التسجيل، وبيراميدز ينجح في الرومونتادا ويقلب تأخره أمام الدراويش بتقدم في الدقيقة 86 2-1. الهدف الثاني واضح تماما تماما على جمهور النادي الإسماعيلي، وكارت لدودو الجباس
وكرت لعمر الساعي نتيجة الجدال والشد والجذب، وصل إلى مبتغاه نتيجة الضغط المتتالي والأفضلية العددية والرغبة الحقيقية من جانب بيراميدز اللي دخل اللقاء متأخرا فدفع الثمن، وكاد الدراويش انهم ينتزعوا الثلاث نقاط، لكن الطرد كان مفترق طرق في احداث اللقاء، وايضا تعلق احمد الشناوي وانقاذه وعدم تقبله الهدف الثاني.